في الجزائر انتهى الاجتماع غير العادي لمكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب الأكبر سنان، انتهى بإعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والذي يجب أن تؤكده اللجنة القانونية حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وفقا لما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، فإن مكتب المجلس برر اتخاذ القرار بعدم قدرة سعيد بوحجة على تولي مهامه. وتعليقا على الأزمة البرلمانية في الجزائر والمستمرة منذ عدة أسابيع، نتابع هذه القراءة مع المحلل السياسي نور الدين بوكروح. هو يعني خطير كما وصفه من طرف عدة مختصين في القانون الدستوري، يعني تعدي على حرمة البرلمان وأيضا تعدي على حرمة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي هو مؤسسة دستورية وهو هيئة مستقلة، ولكن الذي رأيناه هو تدخل سافر ومباشر من أحزاب الأغلبية، أولا جبهة التحرير الوطني، ثم انخرط في هذا المسعى الحزب الثاني وهو تجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول الجزائري. مكتب المجلس حاول بطريقة خاطئة أو بطريقة غير قانونية أو بطريقة غير شرعية، وهذا برأي عدة نواب وعدة مختصين في القانون، استعمال المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان التي تقول بشغور المنصب، ولكن كثير من المختصين يقولون بأن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا تقدم رئيس المجلس باستقالته طوعيا. اجتمع مكتب المجلس، أيضا هذا مخالف للقوانين لأن اجتماع المجلس لا يأتي إلا بدعوة من رئيس المجلس، وأعلن حال شغور، هذا بتعبير كثير من المراقبين حالة خطيرة من التسيب من الاعتداء على مؤسسة الجمهورية، ستكون لها عواقب خطيرة، هذه ربما تعتبر سابقة، وتطور هذا ربما له علاقة مباشرة بانتخابات الرئاسة في أبريل القادم. كثير من المراقبين يقولون بأن الأزمة في البرلمان لها علاقة مباشرة بمن سيكون في مرحلة ما بعد بوتفليقة.